نرحب بالفنان المغربي الأستاذ ربيع القاطي، أحد نجوم الفن في المغرب الشقيق. أستاذ ربيع، أهلا بحضرتك وألف مبروك. شكرا شكرا عزيزي الغالي على الاستضافه الكريمه، أهلا بكم. وأتمنى تواصلوا مع شعبنا وأهلنا المصريين الطيبين اللي شجعوا فينا على طول، يعني منذ بداية منافسة المونديال العالمي في قطر. واصلة المشاعر دي لحد المغرب أستاذ ربيع؟ يا حبيبي، واصلة المشاعر، مشاعرنا احنا كمصريين ومشاعر الدول العربية الأخرى، واصلة لكم لمسنا للدرجة دي في المغرب؟ أكيد توصلنا، يعني دائما منذ البداية احنا نعرف بأنه يعني الشعب المصري والنخبة المثقفة المصرية، يعني الشعب المصري بكل يعني أطيافه يشجع المنتخب المغربي، لأننا نحن لا نلعب فقط من أجل القميص الوطني المغربي. نعم، نحن نحمل شعلة الكرة والرياضة العربية الإسلامية الأمازيغية الإفريقية. صحيح، نحن لا نقود هذا الركب يعني منفردين لوحدنا فقط. مزبوط. لا لا لا، هنا الآن المغرب يحقق المعادلة الصعبة، توحيد الشعوب العربية. شوف يعني من مشارق الأرض إلى مغاربها، لا صوت يعلو في سماء قطر إلا الصوت المغربي العربي الإفريقي الأمازيغي. يعني شو سبحان الله، يعني هذه لعبة، هذه كرة مستديرة، يعني تقدر أنها تحقق المعادلات الصعبة. أكيد، تحقق أشياء ربما السياسات العربية فشلت في تحقيقها. الآن الشعب العربي يوحد الكلمة وراء هذا المنتخب المغربي الواعد. مزبوط. يعني ولا زالت المسيرة مستمرة إن شاء الله، ونبارك لكم بإذن الله يوم الأربعاء تأهل للمباراة النهائية بإذن الله. طموحنا بقى عالي قوي يا أستاذ ربيع، طموحنا بقى عالي. لا أكيد أكيد أكيد، إحنا تعرف إحنا يعني هذا ما كانوا يؤمنون به بشكل كبير يعني في بداية المونديال، لكن اللعيبة المغربية مؤمنة بميكانيزمات وأدوات اشتغالها، مركزين في عملهم. صحيح. ويعني اللاعبين المغاربة حاسين بالمسؤولية الكبيرة اللي ملقاة على العاتق ديالهم، فلا لا لا يعني لا شيء في أذهانهم إلا الانتصار. هذه أسود الأطلس مصممين أنهم يصلون يعني إلى النهاية بإذن الله. بإذن الله، وإن شاء الله نبارك لكم. وليه لا نحلم، إحنا قدها وقدود قدها، ويقدر منتخب المغرب أسود الأطلس إن شاء الله إن شاء الله يحققوه، وليه لا يلعبوا المباراة النهائية وبإذن الله ياخدوا الكاس، كاس العالم، ويبقى إنجاز يعني لم يتحقق، إنجاز يعني ولا في الأحلام زي ما بيقولوا. يعني يعني لماذا نستثني ارواحنا من الاحلام؟ صح، الشعب يحق له ان يحلم وان يؤمن بحلمه الى اخر رمق. مزبوط. ليش يعني تتبقى في عقولنا انه نحن شعب لا يحق له الحلم؟ لا مزبوط، يجب ان نحلم وان نؤمن بالمستحيل، والمستحيل ليس مغربيا. صحيح صحيح، تحياتي وتقديري، تحياتي وتقديري على الكلام الجميل ده. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا للفنان المغربي الأستاذ ربيع القاطي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك.